عادي حد يتغير في سن الثلاثين وشخصيته ضعيفة؟ على حسب الإرادة والنية والعمل والاجتهاد. إذا كل واحدة من هذيلا أساسهم قوي أني أنا ناوية التغيير، نعم. إذا أنا عندي إصرار على وعناد في الشيء الزين، نعم. وفي نفس الوقت أني أعمل تجاهها، نعم. ليش؟ في ناس ممكن تقول لك ممكن ما يتغير. يتغير سبحان الله في الأمور اللي هي على قولتهم سكتها شمال، مثلا لا سمح الله شرب تعاطي، في ناس ترى تبدأ بهذه في هالمسلك هذا أو في هالمسار متأخر في حياته. فهل معناته إن إذا الطبع السيء قدر يمسكه، معناته أنا الطبع الجيد ممكن أيضا أمسكه؟ لكن في شيء دائما، لأن الأمور اللي خلينا نقول الأخلاقية أو اللي هي تضر الناس وتضر المجتمع وتضرك متاحة. ليش الحلال صعب؟ لأنه محتاج إلى جهد وجهاد نفس. فالجهد وجهاد النفس هذا هني هي نقطة التغيير. إذا أنا عندي قدرة على أني أتغير بشكل سلبي، أنا عندي قدرة أني أتغير بشكل إيجابي، القدرة موجودة. لكن هذا سهل، سهل. رب العالمين أوجدنا عشان يكون فيه خير وشر، عشان نقدر نجتاز الاختبار، اختبار الدنيا. واختبار الدنيا صعب. فنعم، اللي في الثلاثين يقدر يتغير، مثل ما يقدر إنه يروح في درب صعب. أقدر أتغير، ولكن محتاج إلى العمل المضاعف من العمل اللي أنا أصلاً بستثمره في مسلك سيء. فقولوا بس الله يثبتنا، واللي يبغى يتغير يتغير، بس الإرادة يجب أنها تكون قوية جداً، النية نية التغيير واضحة وفعلاً، والعمل والاجتهاد لذلك.